بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم ما بعد، فحياكم الله وأسعد الله مساءكم من ريحاب طيبة الطيبة، ونحن في يوم أو في مساء الأحد 23 من شهر شعبان لعام 1440 من الهجرة النبوية الشريفة، ونحن اليوم تحديدا في أحد أفضل مغاسل السيارات في المدينة المنورة، مغاسل البدر، وموقعها في حي العزيزية، وتحديدا في شارع الإمام البخاري. ما شاء الله تبارك الرحمن، أداء عال وإتقان في الغسيل وأمانة في التنظيف من جميع العاملين. ما شاء الله تبارك الرحمن، ولولا هذا الأداء العالي والإتقان في الغسيل لما رأيتم هذا الزحام الشديد في هذه المغسلة. انظروا ما شاء الله تبارك الرحمن، والأسعار أيضا في متناول الأيدي ما شاء الله. وهناك بعض المميزات وبعض الباقات ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا مغاسل البدر لها فروع عديدة، تلاحظون هذه هي الفروع العزيزية والدعيثة وطريق تبوك والمطار، بالإضافة إلى الحمراء. هذه كلها فروع، وهذه هي الأسعار للسيارات الصغيرة والسيارات الوسط والكبيرة ما شاء الله. وهذا موعد العمل صباحا وظهرا وعصرا، وموعد العمل في يوم الجمعة ما شاء الله. طبعا إذا انتهت السيارة من الغسيل تنتقل إلى هذا المكان ليتم التنظيف الداخلي والتلميع وغيرها ما شاء الله. عدد كبير من العمال، ورغم هذا ما شاء الله الزحام شديد ولا يتوقف عن هذه المغسلة. طبعا الموقع كما ذكرنا في حي العزيزية في شارع الإمام البخاري، وكما يظهر لديكم هذا المجمع التجاري اسمه عائل يا بلاش، هذا هو. إذا قدمت من طريق الإمام البخاري يأتيك بعض الحفريات، فإذا انتهيت من الحفريات تكون المحطة على يمينك، وعائل يا بلاش يكون على يسارك، وهذه هي المحطة ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذه المحطة مشهورة في المدينة المنورة حتى خارج المدينة المنورة، بعض المناطق حول المدينة المنورة يقصدون هذه المحطة لغسيل سياراتهم إذا قدموا إلى المدينة المنورة. طبعا الآن سأريكم بعض المميزات في هذه المحطة. طبعا هذه سيارتي بحمد الله انتهت الآن ما شاء الله، تنظيف ممتاز ما شاء الله، اللهم بارك. والإضافة الجديدة هو هذا اللبس أو التلبيسة للمقاعد، المكان غير مضاء سأضيفه، هذا اللبس الأسود، وهناك لبس آخر أو تلبيسة أخرى بلون البيج، كان قديما عندهم تلبيسة لونها بيضاء
وهذه بعض الأشياء الأخرى، تحسينات، وأيضا يوجد عندهم تلبيسة للدعاسات وتلبيسة في الأعلى سوداء كالتي في المقاعد، وهناك أيضا تلبيسة أخرى، هذه عشان تلبيسة للدركسيون. أجي أساعدك. دقيقة معليش، أنا جالس أصور. يلا روح، لازم أمسك من الجهتين. ما شاء الله، هذه التلبيسة. خلاص كده انتهينا، يعطيك العافية، جزاك الله خير. ما شاء الله تبارك الرحمن. أنصحكم بزيارة هذه المحطة، وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.